بص عزيزي، من الطب النبوي في صحيح البخاري كتاب الطب حديث رقم 5686 عن أنس أن ناسا اجتووا، يعني أصابهم مرض في المدينة، فأمرهم النبي أن يلحقوا براعيه في الإبل، راعيه الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، بول البعير، فلحقوا براعي فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أبدانهم. ودي وصفة جميلة أوي، طب نووي لذيذ. أي مسلم موجود في الغرفة أرجوه إن هو اللي لادي يدور على أي بعير يشرب منه شرب بالعافية والشفا، ويقابلني في الحلقة الجاية إن شاء الله. طيب، حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، خدوها، فبلغ النبي فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم. دول خدوا الصيدلية بتاعته، أما أمر غريب بيبعتهم للصيدلية ياخدوا بول الإبل، فخدوا الإبل فضيعوا عليه، لا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، سمرها يعني شفطها بالنار، اسمها سمير محمية، بول البعير، فصلحت أبدانهم. يا للهول، حد بيتداوى ببول البعير؟ طب ليه لا؟ انت مش بتتداوى بآيات القرآن يا ابني؟ مش النبي قال كل حاجة مفيدة للبشر؟ يا سلام، أنا تهيالي كده أنا لازم يبقى يتعمل كده صيدليات، كانوا بيسموا كل حاجة كده صيدليات الإسلام، صيدليات المش عارف إيه كده يعني، فصيدلية الإسلام ويملوها كده بأكواب أو أزايز بقى على الموديل الحديث من أبوال البعير.